اقول لكم طعمها رائع. ربي جوجو كده، بصوا يا جماعه القوام، بصوا ولا فيها مواد حافظه ولا فيها لون ولا فيها اي حاجه، بصوا قوامها يعني، بصوا تحفه، ينفع للحلويات. بصوا ربي جوجو كده، بصوا يا جماعه، بصوا شكلها. كل الكميه دي عملناها ب 3 كيلو بس، بجد رائعه، حلوه جدا جدا، مفيش احسن من الحاجه البيتي، بجد وهم تحفه. ما تيجوا نشوف اللي احنا عملناه ب 3 كيلو بس. بصي بقى يا ست الكل، احنا في اوان الفراوله، هتنزلي السوق تجيبي فراوله، مش شرط بقى ناشفه طريه، اللي ظروفك تسمح بيها، كل حاجه وليها سعرها. احنا هنعمل بيها مربى فمش هتفرق، هتجيبي الكميه اللي تحبيها وتغسليها كويس وتشيلي الورقه الخضراء اللي بتبقى فوق دي بالسكينه. انا طبعا حبيت اختصر عليكم الخطوات دي كلها عشان اقلل من مده الفيديو وما يبقاش الفيديو طويل. طبعا بعد ما غسلتها كويس وقطعت الشجره اللي بتبقى فوق الخضراء دي، ابتديت بقى اقطع الفراوله مثلا على 2 أو 3 حبه، تحطيها سليمه زي ما تحبي. وطبعا الثلاثة كيلو فراوله نزلت عليهم بكيلو من السكر، ونزلت عليهم بثلاث ليمونات معصورين، تمام كده. طبعا يبقى 3 كيلو الفراوله اخدوا كيلو من السكر وثلاث عصير ليمونات، كل كيلو عليه ليمونه. هتكتري الكميه، هتكتري عصير الليمون وهتكتري السكر، وهتطلع معاكي فراوله مربى فراوله يعني بيرفكت من الاخر، هتطلع تحفه وممتازه، يعني هتاخدي نتيجه ترضيكي ممتازه. اخدتهم طبعا على البوتاجاز، نزلت بالسكر ونزلت بعصير الليمون، وهبتدي اديهم تقليبه كل ده والنار عاليه. نلاحظ بصوا ابتدى السكر ياكل في الفراوله ويخليها تنزل كل كميه الميه اللي فيها، وعصير الليمون طبعا بيدي مزازه وده بماده حافظه، بجد وهم يعني ممتازه، حلوه جدا. طبعا داخل عليكم العيد، محتاجين تعملوا بتيفور وحلويات وحاجات دي، وبنشتري فراوله من الشارع، لا اعمليها وزيني بيها حاجتك، طرط، جاتوهات، اي حاجه يعني ماشيه، تفطري بيها الصبح تحفه. ده كده شكلها بعد ما ابتدت تغلي. في المرحله دي بقى هتوطي النار للنص، خليكي معايا، لانها هتفور وتدلق على البوتاجاز وكانه لبن بالظبط انت حطاه، هتبهدلك الدنيا. وطي البوتاجاز خالص، فهيبتدي بعد مده مثلا 10 دقائق كده تطلع ريم ابيض بقى كده، كانك بتسلقي فراخ مثلا او بتسلقي لحمه، هتبتدي بالمعلقه تشيلي الريم اللي على الوش. مهم جدا الحاجات دي كلها علشان تاخدي نتيجه حلوه ونتيجه ترضيكي. وتقلبي هنا النار واطيه، يعني خليكي معايا، النار واطيه، وطي النار يعني، ولا هي واطيه قوي ولا هي عاليه قوي، يعني متوسطه، وكل شويه عينك عليها وتقلبي فيها، كل شويه عينك عليها وتقلبي فيها. طب يعني نرمين هي تقعد قد ايه على البوتاجاز؟ يعني انا ممكن اقول لك ساعتين، ممكن تقعد معاكي ثلاثه، هتفضلي وراها لحد ما توصل معاكي للقوام ده. يعني انا شخصيا قعدت ساعتين على البوتاجاز، ساعتين ونص مثلا، هتفضلي وراها لحد ما يبقى ده شكلها. وكل ما تسبكت كل ما اخدتي منها لون غامق، كل ما تسبكت كل ما اخدتي منها لون اغمق. يعني بصي كل ما قعدت على النار ادتك نتيجه ترضيكي، بصراحه هي ممتازه ونسبه نجاحها مضمونه يعني باذن ربنا 100%. طبعا انا استنيت طبعا الفراوله بتاعتي لما بردت تماما، بردت خالص، ببتدي اجيب بطرمانات. انا ما بشتري مثلا، ولادي بيشتروا مثلا نوتيلا او نسكافيه، اي بطرمان احس ان شكله عاجبني ببتدي اغسل الورقه من عليه واغسله واشيله، يعني عامله شنطه لم فيها كل البطرمانات دي. ولما اجي اعمل اي حاجه بجيب البطرمان اغسله تاني بميه سخنه كويس قوي وانشفه كويس قوي واحط فيه الحاجه بتاعتي. طبعا دي كانت بطرمانات نوتيلا، طبعا انا غطاها غسلتها بميه سخنه كويس جدا ونشفتها حلو قوي. اهم حاجه تنشفيها علشان الفراوله اللي انت حطاها فيها ما تعفنش، اوعي يكون البطرمان فيه ميه، وبعبيها. وده كده شكلها بعد ما حضراتكم شفتوها، يعني بجد حلوه مليون الميه، بجد رائعه. بصوا قوامها عامل ازاي، بصوا اهي، وقطع يعني لما تيجي تقطعيها سيبي الفراوله فيها كبيره عشان لما تيجي تاكلي تلاقي قطع، تعملي بيتي فور مثلا في العيد تقدري تقفلي بيها البيتي فور، تعملي سابلي، بجد بتعملي تورته، اي حلويات تحفه تنفع فطار الصبح مع حته زبده كده، بتبقى رائعه بجد، طعمها وهم. دي بطرمانات كانت عندي، جبتها غسلتها وعقمتها كويس قوي،
ونقفل المربى كويس قوي، وانا هحتفظ بيها في الثلاجه مش هيحصل لها حاجه خالص ما دامت مقفوله كويس، وانا معقمه البطرمانات بتاعتي قبل ما احط فيها الحاجه هحطها في الثلاجه عادي مش في الفريزر. يا رب تقعد معاكي شهرين، بس عايزه اقول لكم هي مش هتكمل معايا انا في البيت هنا اسبوع، لان هم عندنا بيعشقوا مربى الفراوله. يعني بصوا شكلها يعني تحفه حلوه جدا، اتمنى من كل قلبي تجربوها، واتمنى ان وصفه النهارده تكون عجبتكم ونالت رضاكم. اذا عجبتكم ونالت رضاكم ما تنسوش تكتبوا لي تعليق وتقولوا لي رايكم كان فيها ايه، واشوفكم في اكله جديده من بيت العيله واكلات نرمين. باي باي.